محمد خرابشي، محمد خليل، مرام السرخي، علاء الرقب، سامر مهيار وعبد الله اسماعيل، وذلك لإخلاصهم وبذلهم الجهد الكبير في سبيل تقديم المعلومات وإكسابنا المعرفة والمهارة والسلوك. ونحن بدورنا نحب أن نهنئ مجموعة طلال أبو غزال على الطاقم المهني الذي تعرفنا إليهم. وأخيرا وليس آخرا، الشكر موصول لجميع الزميلات والزملاء المتدربين على ما أبدوه من مهنية واحتراف وتعاون وعطاء في جلسات النقاش المختلفة. وأحب أن أشكر على الخصوص هنا الأخ مأمون عضاية على التقديم والعرض الذي قدمه خلال جولتنا الميدانية كمثال عملي وحي للمعارف والمهارات التي اكتسبناها خلال البرنامج. وفي الختام أقول، يعني هنا في بيتين شعر مش مني بس نصحني فيهم أخونا علي علقم: لو أنني أوتيت كل بلاغة وأفنيت بحر النطق في النظم والشعر لما كنت بعد القول إلا مقصرا ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر. شكرا لكم جميعا. شكرا. والآن مع كلمة الدكتور غالب تفاحة، مدير عام المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى كاردني، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وظيفة الدكتور رادي التراوني أمين عام وزارة الزراعة، مندوب معالي المهندس سمير الحباشني وزير الدولة ووزير الزراعة، ودكتور رادي التراوني هو رئيس اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى. سعادة الدكتور ماكس ليمان راش الذي سيحضر أخبرني أنه سيتأخر قليلا وسيرافقنا بعد قليل إن شاء الله. رئيس قسم التعاون التنموي، مندوب سعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية. سعادة الدكتور يوهان ريغنر، مدير المؤسسة الألمانية جي آي زد في الأردن. سعادة السيد مصطفى ناصر الدين، المدير التنفيذي الأعلى، مندوب سعادة العين الدكتور طلال أبو غزالي، مدير عام مجموعة طلال أبو غزالي. سعادة الدكتورة من الصايغ من السفارة الفلسطينية. السيدات والسادة المشاركون في هذه الدورة التدريبية الثالثة والتي تختص بالرصد والتقييم المتقدم والإدارة المرتكزة على الأثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي المهندس سمير الحباشني وزير الدولة ووزير الزراعة في حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتفضله برعاية حفل اختتام هذه الدورة، وأبارك له بثقة سيد البلاد بتعيينه وزيرا للزراعة. هذه الدورة في المتابعة والتقييم في هذا الدورة الثالثة. كما أرحب بالمشاركين على المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية ودولة فلسطين والجمهورية العربية السورية ومندوبة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد. إن موضوع هذه الدورة التدريبية لا يحتاج إلى تأكيد، فقد تحدثنا 3 مرات على أهمية الرصد والتقييم والمتابعة. السيدات والسادة، في الواقع في اختتام الدورات التدريبية لا أجيد التعبير بالكلام، حيث أجد نفسي مودعا لهذه المجموعة الخيرة من الخبراء في الدول الأعضاء في المركز والذي كانوا معنا منذ شهر تشرين أول في العام 2010 إلى يومنا هذا، ولكنني سعيد لأن تكون ثمرة هذا البرنامج في المتابعة والتقييم للعمل في وزاراتكم ومؤسساتكم وتدريب مدربين وطنيين في بلدكم، حيث أنني أثمن هذا الموضوع الهام الذي يجب أن يلم بتقانات كل إنسان لكل أمور حياته، فما بالك بالمسؤول عن أعمال إدارية وفنية. فالرصد والتقييم كما تعلمون هو رقابة دورية على تنفيذ أي عمل يسعى إلى تحديد إذا كانت المدخلات والعمليات
والمخرجات تسير وفق ما تم التخطيط عليه. وظيفة الدكتور رياض التلاوني. السيدات والسادة، لقد تم اختيار المركز الإقليمي لإصلاح الزراعة والتنمية الريفية مركزا لبرنامج كماري، وهو شريك مع شركائنا الممولين وهم المؤسسة الألمانية وجي آي زد والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وتم اختيار شريكين إقليميين هما الخبراء العرب للهندسة والإدارة لمجموعة إفريقيا ومجموعة طلال أبو غزالي للمجموعة من آسيا في الدول المشاركة لتنفيذ هذا البرنامج في 12 دولة امتدادا من جيبوتي وانتهاءا في المغرب الشقيق. ومن خلال هذه الدورات تعرف المشاركون وهم مدربون وطنيون في بلادهم على المبادئ الرئيسة للرصد والتقييم في المتبعة في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وعلى بعض الأنظمة المستخدمة للمتابعة والتقييم ومفهومي الرصد والتقييم ومؤشرات الأداء. لذا نتوقع ونثمن أن هذه المجموعة الخيرة ستكون قادرة على صياغة المؤشرات الدقيقة وجيدة للمشاريع التنموية. ختاما أكرر الشكر الجزيل لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية التي تقدم الدعم الكبير للمركز ولمعالي الوزير وعطوفة الأمين العام رئيس اللجنة التنفيذية للمركز وللدول المشاركة بهذا البرنامج من جيبوتي إلى المغرب وإلى جميع الدول. وأتمنى للمشاركين سفرا آمنا وأرجو من الله للجميع التوفيق. والآن مع كلمة الدكتور يوهان بريغنر مدير المؤسسة الألمانية جي آي زد في الأردن، فليتفضل. Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends. Well, after all the stress of your course, I now add to the strain and challenge your English, presenting my speech in English. Let me start with a feeling that I'm so much impressed about the accumulation of dearly needed expertise in the present graduates of the Camry training courses. By acquiring skills of monitoring and evaluation, you have the tools of a critical eye on development processes. Despite the orientation in these courses to rural development, you will soon find out that concepts and approaches of project evaluation here will be very similar in other sectors like economy, education, and health. There, the same principles of sustainability, project ownership, economic efficacy, and efficiency are applied. These are, among others, the terms that you are mastering now after lots of practicing in the training courses. In order of going to a new sector, you simply have to learn a few technical terms of the new sector and soon will be able to ask the same critical questions, exploring the soundness and weaknesses of actual development approaches. So if, for example, somebody from city planning will ask you if you're able to participate in a project appraisal mission, don't turn them down. Tell them, of course, I can. I may say with all modesty that I know what I'm talking about. I have spent about 30 years as a technical expert in various development projects for the former GTZ, now GIZ, mainly in countries of the Middle East, and I have learned also to work in a number of different sectors. From this point of view, I am able to appreciate your newly acquired knowledge. From a large field of potential, I have picked now just four